ولقراءة تصريح وزير الخارجية السعودي، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة. أهلا بك. بداية طبعا، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد على ما قاله ولي العهد السعودي بأن على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية طبعا بالقاهرة، بأن أزمة قطر اليوم أزمة صغيرة جدا، وأنه لا توجد أصلا أمور وتوجد هناك أمور أهم من ذلك. كيف نقرأ هذه التصريحات؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين من شعب البحرين الشقيق. الحقيقة تصريح وزير الخارجية السعودي بيشمل أو بيتضمن إصدار رسالتين، إحدى الرسالتين الأولى لإيران والأخرى لقطر. بالنسبة للرسالة بتاعة إيران، تصوير المشهد على أنه تكتل عربي أو الوصول بتكتل عربي سني موحد ضد إيران، ومش بس كده، العمل على إصالة ردع إيران بأن التكتل العربي ربما يقود إلى تدخل لقطع أزرعة إيران في المنطقة، خاصة من خلال التهديد بتوجيه ضربة حزب الله في لبنان. وفي نفس التوقيت التأكيد على صد العرب لأي محاولة لتدخل إيران في الشؤون الداخلية، في الشؤون الداخلية العربية، خاصة من خلال دعمها لقطر من جهة، ومن خلال المد الشيعي من جهة أخرى، بما يعزز صفوف الأمن القومي العربي لصالح النفوذ الإيراني. أما بالنسبة لقطر، الرسالة بتتضمن رسالة رادع بالنسبة لقطر فيما يخص إن حجم دولة قطر في الأمر الواقع فعلا تهديدات دولة قطر أقل بكثير من تهديدات دولة إيران. دي من جهة. من جهة ثانية، لما الدول العربية نفسها تقف قصاد إيران الأقوى، بالتالي الأصغر هيرتدع. يعني معنى كده إن السعودية إذا كانت شكلت تكتل دولي أو تكتل عربي ضد إيران لردعها، وإن هي بتوجه ضربة عسكرية أو بتعزز من توجيه ضربة عسكرية لأزرع إيران في المنطقة حزب الله، هو ده نفسه بيعزز من ردع قطر، لأن حزب الله بنفوذه وإيران بنفوذها أقوى بكتير من نفوذ قطر. فبالتالي قطر، النظام القطري هيرتدع. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الرسالة الثانية للنظام الحاكم في قطر، إن هو فعلا عايز يوصل لهم إن حجم قطر وحجم النظام القطري بالنسبة للسعودية وبالنسبة للدول العربية قليل، مش زي إيران. فبالتالي يسهل على الدول العربية التدخل في قطر وإحجام النفوذ القطري بشكل أو بأمر أسهل بكثير مما يدور حوالين إيران. النقطة الثالثة هو التركيز القمة، هم يمكن قصد النقطة الثالثة في الاجتماع بتاع النهاردة، إن هم مش عايز يشتت الدول العربية، ومش عايز يشتت اجتماع وزراء الخارجية العرب بالخروج عن أي بند فيما يخص أزمة الدول العربية مع إيران. بمعنى أدق، إن هو عايز يخلي الاجتماع من أوله لآخره بيصب فقط في صد إيران لتحديد هدف واحد، هو مقاومة إيران أو منع النفوذ الإيراني في المنطقة. نعم، من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.